والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان. نتابع معكم سويا هنا التحدي ونبحر في المراكز الأولى المنطلقة على أرضية هذا الميدان، بداية هنا بصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول. من تنطلق هجن العاصفة، من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول مع سرابة، بينما المركز الثاني هناك جبارة أيضا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي في المتابعة والتحدي والإثارة. تأتينا هنا أيضا الصيد على المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة في التضمير، وتأتي هناك حضور على المركز الرابع من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، بينما المركز الرابع. المركز الخامس تنطلق هنا طرفاشة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر هنا أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، المنطلقة هنا بالتحدي وبالإثارة على المركز الخامس، بينما المركز السادس سادس مراكزنا تأتينا هجامة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة المضمر هنا أيضا مسري بن سالم بالعرطي الحميري، هناك الوصول أيضا من شعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة محمد بن مسهر بالقوبع، هناك على المركز السابع. وفي المركز الثامن المركز الثامن والوصول من قبل هناك هناك ايضا ناصيه من هجن الرئاسه بمتابعه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ومن الجانب الاخر تاتينا غبره سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع عتيق بن سالم بالعرضي الحميري، والوصول من الذيبه لسعاده الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، يتابعها مسفر بن علي بن عبيد السناري. هذه هي النتيجه للمراكز العشره، المراكز الأولى المنطلقة بالتحدي وبالإثارة، أسامي تتواجد خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى التحدي، إلى الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نبحر هنا ونعود إلى صدارة هذا الشوط والمركز الأول والصدارة. هجن العاصفة لا زالت تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة هذا الشوط مع سرابة على الصدارة على المقدمة مع غياث الهلالي في المتابعة، بينما المركز الثاني كذلك هناك جبارة أيضا أو هناك المتسللة حضور تنطلق من الجانب الآخر من هجن العاصفة أيضا غياث الهلالي في المتابعة. صيد تأتينا هنا أيضا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم المتحدي سالم بن سعيد بن منانة، هناك أيضا بالانطلاق والتحدي الوصول من ناصية من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميرها المنطلقة على المركز الرابع. المركز الخامس تأتينا هناك أيضا بهذا الانطلاق المميز الجميل، هناك حضور المنطلقة ولكن الذيبة تتسلل هنا في هذه اللحظات، الذيبة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مسفر بن علي السناري في التضمير، وعلى المركز السادس حضور المنطلقة سادسا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وهناك التحديات الجميلة والوصول في هذه اللحظات، الوصول والتحدي. هنا ضجة تأتينا سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري، وهنا أيضا مناعة أو مناعة قادمة من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميرها المنطلقة على المركز الثامن. وفي المركز التاسع هناك تأتي وبرة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بمتابعة أيضا عتيق بن سالم بالعطي الحميري، وجدان على المركز العاشر، هنا وجد من هجن العاصفة مع غياث الهلالي في المتابعة. نعود
إلى صدارة، نعود إلى المقدمة. صيد من غيرت على الصدارة، اصطادت المقدمة، اصطادت المركز الأول مع الكيلومتر الأخير. صيد هنا بالانطلاق وبالتحدي وبالإثارة على الصدارة، على المركز الأول لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المتحدي سالم بن سعيد بن منانة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني تأتي سرابة على المركز الثاني، هنا من هجن العاصفة أيضا يتابعها غياث الهلالي. الوصول هنا من صناعة، وصلت هنا أوناصية القادمة من هجن الرئاسة محمد بن عتيق وزيتون المهيري في التضمير. يا سلام، ثلاثية جميلة، ثلاثية ثلاثية في تحدي جميل وإثارة، سرابة وصيد وهنا ناصية. يا سلام، ثلاثية جميلة، ثلاثية بتحدي مميز. سرابة لا زالت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ناصية تحاول بانتزاع نقطة، وهناك سرابة، تحديات جميلة. الله الله الله، هنا لمن الفوز، لمن الناموس في اللحظات الأخيرة. هنا 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 صناعة، صناعة تنتزع الصدارة هنا بهذا الانطلاق، أو مناعة، مناعة من انطلقت إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. تهانينا لهجن الرئاسة ومالك سيد صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل نهيان على هذا الفوز المميز. المركز الثاني سرابة من هجن هذا الأداء المميز الجميل ولحظة الوصول والانطلاق بهذه اللحظات هنا أيضا بهذا التحدي. 7:41، 5 من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل مع مناعة. تهانينا لهجن الرئاسة ولمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني كان من نصيب سرابة ب7:41 و9 من الأجزاء من الثانية، توقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة ولغياث الهلالي. صيد من أتت على المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم بمتابعة المتحدي سالم بن سعيد بن منانة ب7:44، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل أشواط مساء هذا اليوم.